أسعد الله مساءكم أحبتي مشاهدي قناة العراقية الرياضية في كل مكان، جدد اللقاء معكم وحلقة جديدة من برنامج كل الألعاب. حلقتنا لهذا اليوم حلقة قد تكون أو قد تختلف نوعا ما عن الحلقات الماضية، باعتبار هي اليوم حلقتنا ما راح ننتقد شخصية معينة بحد ذاتها أكثر من أن نهنئ ونبارك لاتحاد حقق ما لم يحققه اتحاد آخر بهذه الفترة تحديدا. يعني نتحدث اليوم على توقف الألعاب والنشاطات الرياضية، وتسمح هنالك خبر باتحاد أو لجنة قد اعترف فيها آسيويا، يعني هذا شيء يحسب لهذا الاتحاد. سنتحدث بمحورنا وهذا الموضوع، لكن دعوني بداية أيضا أن أبارك للقوس والسهم بحصولهم على ميداليات متنوعة في البطولة التي أقيمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأونلاين. يعني كل لاعب في بيته يشارك في هذه اللعبة وحققوا أوسمة في هذه البطولة، بطولة العرب للقوس والسهم. أما محور حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث به عن رياضة ناشئ جديد للرياضة العراقية، لكن بطولاته ومشاركاته كبيرة جدا، وهو الركبي. ودعوني أرحب بضيوفي بالاستوديو الدكتور فريق هزاع، نائب رئيس لجنة الركبي. حياك الله، وسهلا بك. أهلا بك سعاد، نورتنا اليوم. نور نورك يا أهلا وسهلا، ربي يحفظك. وأيضا دعوني أرحب بالأمين المالي للجنة الأستاذ محمد أمين. مرحبا أستاذ عهد، أشرف بك أني وفرصة سعيدة نلتقي بحضرتك وببرنامجك إن شاء الله. حياكم الله، وسهلا بكم. أحسك مرتبك من البداية، ماكو أسئلة تخوف اليوم. أنا ما أحب التلفزيون. دائما الأمين المالي هيك يكون. بعدنا ما لازم يكون شيء. المشكلة أمين مالي، والناس هسه اللي يسمع من مالي يقول توعدكم دعم، ما يعرفون كلها على حسابكم. مشكلة كلها من يجوبني. إذا محور حلقتنا أحبة المشاهدين بات واضحا، اللي هو نتحدث به عن رياضة الركبي والاعتراف الرسمي الذي جاء من الاتحاد الآسيوي. قبل أن نذهب بتقرير، هنالك ملاحظة مهمة جدا، اللي هي أنا شخصيا يعني الإعلامي عهد فالح غير أنتمي، لا أنتمي إلى أي اتحاد، لا ناطق إعلامي لاتحاد معين لا في السابق ولا في الحاضر، وإذا أردت أن أنتمي إلى اتحاد معين أتكلم حتى على الاتحاد نفسه. فلذلك يوم أمس كانت هنالك أقاويل بأنه أنا إعلامي لحد اتحادات، هذا كله كذب، ومباشرة أتحدث به في برنامجي، فقط أنتمي لمؤسستي وقناتي العراقية الرياضية، ويشرفني ويزيدني شرف بالتأكيد هذا الحديث. محورنا لهذا اليوم عن الركبي، وماذا فعل الركبي في هذه الفترة وحقق الاعتراف الرسمي من الاتحاد الآسيوي، مع الزميل أحمد ياسين. الركبي العراقي ركب موجة عربية آسيوية فجاءه الاعتراف، مقومات جعلت الاتحاد الآسيوي يعترف بلجنة الركبي العراقية لأنه أنجز ما هو مطلوب. تأسست لجنة الركبي قبل 3 أعوام، حصل رئيسها أحمد قاسم على الضوء الأخضر والدعم الكبير من قبل رئيس الاتحاد العربي والآسيوي قيس الضالعي، كما اعترفت وزارة الشباب والرياضة بلجنة الركبي، وبدأت مهامها مباشرة بعد اعتمادها محليا وعربيا وآسيويا، حيث تم تشكيل دوري منظم من فرق متعددة. كذلك قامت اللجنة بتأسيس المنتخب الوطني للرجال والنساء، إذ شارك الرجال في بطولتين عربيتين، الأولى كانت في الأردن عام 2017 والثانية في مصر عام 2018. أما على المستوى البنى التحتية، لجنة الركبي اتخذت من إحدى ملاعب جامعة بغداد مركزا لتدريب المنتخبات الوطنية، ووفقا لهذه المعطيات تنتظر لجنة الركبي من وزارة الشباب واللجنة الأولمبية الدعم الكامل لها، كون هذه اللعبة تأسست بجهود شخصية. أحمد ياسي، العراقية الرياضية. شكرا للزميل العزيز أحمد ياسين، والحديث بداية مع الدكتور فريق. خطوة مهمة جدا اللي هي الاعتراف الرسمي بالاتحاد الآسيوي كعضو في الاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أحسن. بداية نرفع أيدينا بالدعاء أن يخلصنا من هذا الوباء إن شاء الله، كورونا فيروس، وأن يعم على الجميع بالشفاء العاجل، خاصة المرضى إن شاء الله، ومن رياضيين خاصة، ومن رياضيين ركبي بالذات لاعبين الركبي حيدر الخليل ولاعب الركبي غيث كاظم، بالشفاء العاجل إن شاء الله. الشفاء العاجل يا ربي.
بداية الركبي احنا دائما يعني دائما يصير كلام بالمجال باعتبار انه احنا في وسط رياضي مجال عملك انه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد فيصير كلام، فكان اكثر الكلام ما هو غير مشجع وهو ما هو محبط حقيقة، انه انت تعيش في اجواء ما بها نواحي الإيجابية للتقدم او لعمل شيء بدون مقابل، انه النظرة انه صارت انه انت مشكلة تعمل مشكلة. تعمل بمقابل واصبحت ايضا انه حتى الذي يعمل وان كان بغير مقابل وان كان يحقق النجاح فتأخذ عليه انه هو يعمل بمقابل ونجاحه هو محسوب لشخص معين. الحمد لله والشكر الركبي اعتقد انه المجموعة الوحيدة اللي يعني ما بها شخص واحد اشتغل. والمشكلة هذول اللي يتكلمون عليكم يعني نتكلم بعامية الكلام، يعني الكلام العام بأنه يدورون مسح اكتاف الكلام. المشكلة انتم ما دورون هذه الامور، يعني من كنا نشوفهم ونتناقش انه هو الغرض من عنده مو انه يحبطك انه لان انه ما يريدك تنجح، لا يعني يعتقد نجاحه هو فشل إله. إله فعلا يعتقد نجاحك نجاح هذه المجموعة فشل إله. ارجع واقول انه هي هذه المجموعة اللي صارت اتحدى مجموعة رياضية في العراق تعمل بعمل الرجل الواحد وهي اكثر من شخص. حلو. ومقسمين وكأنهم مقسمين بأنظمة إلكترونية خاصة، شلون الأنظمة الإلكترونية اليابانية التي غير قابلة للخطأ يعني هو غير قابل للخطأ فقط للعزة وإنما أنظمة إلكترونية أنه الواحد زائد واحد كأنه الترتيب بالعمل أنه بنظام إلكتروني وموزع للأشخاص. للعلم هي ما موزع وإنما يعني توفيق إلهي توفيق رباني أنه كل شخص في مجال عمله وين راح ينجح وين راح ينجح وين راح يكون انه عمله نقول انه في الساحه يعطي نجاح 60% وعمله الاداري يعطي نجاح 70%، فانه عمله بالاداري راح يتوجه ويكون ناجح اكثر من عمله في الملعب. نعم. كابتن محمد حدثنا عن رده فعل بقبولكم بعد معاناه وعمل ومجهود كبير واستماعكم لهذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر حضرتك وأشكر قناة العراقية الرياضية. وخطوة الركبي هي جتي من مجهود شخصي، يعني نشأة الركبي كانت هي بال 2016 مجرد ما التقينا أنا وفريق أستاذ أحمد رئيس لجنة الركبي أستاذ أحمد قاسم أنه إحنا قدمنا دعوة عن طريق الأخ والصديق والدكتور والمربي دكتور علي يوسف الألمانية إلى شو اسمه إلى شتوتغارت إلى مدرسة سبورت شكولا. الحضور شو اسمه دورة لايبزيك. فمن طلعنا من أنا ودكتور فريق وأستاذ أحمد إنه إحنا عهدنا على نفسنا إنه إحنا نروح هناك ونلتقي بالمدرسة ونفهم شنو الميكانيكية عمل الركبي. إلا ما بعدها أنه حتى تعرف يعني أن عالم من تنجح مو هو يسلطون ضوء عليك، بس من تفشل كل أضواء تسلط عليك. فسافرنا منا لألمانيا إحنا بانا وبهدفنا أنه العراق ليش ما مشارك أولمبيا بهاي اللعبة. وإحنا دكتور فريق هو دكتوراه تربية رياضية أستاذ أحمد قاسم خريج تربية رياضية، مع ذلك عضو بالهيئة العامة للكهربائي بكالوريوس تربية رياضية الحمد لله والشكر. باقي الأعضاء هم يعني سنتطرق لهم دكتورة بيداء محمد حسن علي الكل. يعني أنتوا اللجنة الوحيدة حسب معلوماتي، يعني أنتوا اللجنة الوحيدة حتى اللاعبين المنتخب اللاعبين واللاعبات كل حملت بكالوريوس كل حملت البكالوريوس كل حملت بكالوريوس الحمد لله والشكر. شيء وهذا كل تربية رياضية يعني أي عفية وهذا الشيء أستاذ أحد اللي نجحنا يعني إحنا يعني تعرف باقي الاتحادات أو باقي الجامعات ما أريد نذكر أساميها بس يعني من يكون مثلاً مستوى الدراسي يبدي يقول لك أنا هذا لو هاي لو أساومك لو ما إحنا ما صار عندنا هذا الشيء. أقرب مثال اتحاد كرة القدم عفية يعني. هذه المشاكل والنزاعات عاشت ايدك مشكله البعض حتى عقودهم ملايين يعني وهم حتى بدون شهاده اي فاحنا الحمد لله والشكر يعني كنا باكاديميين فالله وفقنا انه قلت لك رجعنا من المانيا حضرنا الدوره نعم رجعنا من المانيا ارتئينا انه احنا نشكل
الاتحاد. الاتحاد او اللجنه هي مو الاتحاد. هيئه ومن ثم لجنه. اي هيئه يعني هيئه القاعده. استاذ احمد قاسم رئيس الاتحاد هو كان عنده خلفيه قبلنا صراحه انه بالتاسيس وماشي بالاجراءات مع الاولمبيه. نعم. بس ماكو يعني ماكو ترحيب بالفكره لان انت تعرف هسه الاولمبيه او الوزاره او تروح انه تريد تشكل اتحاد او يقول لك عبالك اول ما تقعد يمه يفكر بالفلوس. مع العلم انه احنا التقينا بالوزاره والتقينا بالاولمبيه وجرينا لهم ورقه قلنا لهم 5 سنين هاي ورقه فارغه 5 سنين نكتب لكم تعهد انه انتم بس تعطونا اعتراف لان احنا شاركنا بطولتين عربيه واحنا ما عندنا اعتراف. وقدروا وثمنوا عملنا ومجهودنا الدول العربيه. نعم. اللي هي كانت في الاردن 2017 و2018 في مصر. احسنت في مصر البطوله العربيه. اي احنا ما عندنا كان اعتراف محلي وشاركنا واخذنا وفزنا بالاردن. تقلبنا على المنتخب الاردني واللي هو يعني كان صاحب الارض وصاحب سابقكم باللعبه اصلا ب 2007 هو ماخذ اولمبيات ب 2007. فالحمد لله والشكر يعني قدرنا نتوفق انت هاي تشوف الصدى الاعلامي سوينا حققنا دوري وبحضور السيد مستشار رئيس الوزراء. بالتاكيد هذا راح نتحدث عنه وراح نتحدث ايضا على مشاركاتكم والفرق واللاعبين وحتى المحافظات التي شاركت بفرق والاخرى التي ليس لديها في الوقت الحالي فريق للركبي. اعود بالحديث لي دكتور فريق، هذا الامر يجعلكم تحت ضغط كبير جدا اليوم، انتم كلجنه معترف بكم اسيويا يعني، والكتاب الاخير الذي شاهدناه العراق وفلسطين وكمبوديا. نتحدث عن العراق وعنك شخصيا، هذا راح يكون عليك يولد لك ضغط اكبر من السابق. استاذ عهد، من سنه 2017 الشهر الرابع بدايه اول اختبار اول تدريبيه في ايار 2017 لغايه 2000 نهايه 2019 2020 يلا اعترف فينا كنا مجموعه شباب. تتوقع انه راح يكون اكبر من هذا الضغط اللي صار علينا؟ انت هسه اذا تريد تسفر عائله مكونه من 4 اشخاص الى خارج العراق ايش قد يراد لك فلوس؟ اكيد مبالغ كبيره. كيف اذا انت تشارك بدولتين عربيه واكو دوله يعني مثلا المملكه الاردنيه الهاشميه معروفه انه بغلاء اقتصادها. صحيح. عكس البطوله اللي صارت ب 2018 في مصر. في مصر. في مصر. بس انت فقط تكتات الطياره يعني البطوله العربيه الاولى اللي شاركنا بها في الاردن الرئيس الاتحاد العربي سعاده قيس الضالعي انه تفاجئ بالعدد لان احنا رايحين 25 لاعب مع العلم هو 12 لاعب. نعم. المفروض تروح. حلو. ومدرب مساعد مدرب مدرب لياقه واداري. احنا رحنا 25 لاعب فقط رحنا من غير الاداريين اللي راحوا. هذا كله على حسابنا امانه. استاذ احمد قاسم اللي وفر تذاكر البطولة الأولى في نعم. الأردن. حلو. البطولة الثانية قدرت نوفرها يعني بعلاقاتنا مع الأشخاص محبين زين أشخاص محبين للعبة قدرنا نوفر البطاقة في البطولة الثانية. نعم. كل اللي صار هو دعم معنوي أول شيء ودعم مالي خاص فقط من جيوبنا. يعني كنا نصرف اشياء احنا ما نقدر نقول لها الاهاليتنا لان هي لازم اهاليتنا احق بها يقولوا. شنو السبب؟ حكم اللعبه يعني؟ زين هنا خلينا نتحدث عن دور اللجنه الاولمبيه ودور وزاره شباب الرياضه. انت اليوم عندما ذهبت وشاركت في هذه البطوله مجرد المشاركه هو رفع علم العراق في هذه البطوله، عاد وانت تحقق نتائج ايجابيه. احنا شاركنا وحققنا نتائج ايجابيه وصار بها صدى واسع. بالمناسبة هذا تفتخر به اللجنة الأولمبية باعتبار في زمنها وفي وجودها حقق فريق الركبي هذه البطولة، لكن بعد البطولة هل تم صرف لكم مبالغ مكافآت لو ماكو هذا الموضوع؟ حقيقة لا، لأن احنا أصلا احنا ما طالبنا، لأن احنا نعرف يعني النتائج شنو، فيقول لك خلي نفسك بعزدة ومبالك تدلها. حلو. احنا أصلا يعني كنا ما نطالب، يعني احنا كنا نريد نروح نشارك. زين هو أستاذ عهد يعني هي فقط البطولة؟ لا أكيد. والتمارين اللي قبل البطوله والتجمعات اللاعبين زين انت عندك علم مثلا تحياتي للاعب رسول شايع يجيني رسول لاعب من افضل اللاعبين بالمنتخب ما شاء الله يقول لي انا يعني سابقا كنت اول بدايتي انه مدرب للمنتخب وبعدين رحت بالعمل الاداري يجي يقول لي كابتن اليوم لا تمرني حاول لا تتمر اكو في التمرين خاص هذا لا تمرن لي اياه اقول له ليش ياخذني على صفحه يمديده هيك يقول لي باوع من العماله او لو لاعب
سرمدي خابرني بن محمود يقول لي كابتن اذا اجي شلون ارجع؟ انا اعرف شنو قصده شلون يرجع، انه عنده اجره القدوم الى بغداد بس ما عنده اجره العوده. هذا في الشيء ترى مو عيب، لا اكيد يعني مو عيب. هذا انه من اقول هذا المفروض احنا ما عنده يرجع يعني. معناها انه ايش قد حبه، ايش قد حبه لهذا اللعبه، ايش قد حبه للرياضه. وبالعكس احنا صار العوز المالي والعوز الدعم المالي، احنا نهائيا هسه احنا ما نطالب ولا نعاتب، يعني اللي صار عندنا هو ولدنا حاله انه احنا لازم نحقق اتحاد، هم سووا لازم نحقق انجاز. يعني احنا اللي صار بينا سابقا الحد الاعتراف بينا رسميا هو هذا اللي خلانا انه نحقق نحقق انجاز ونحقق فد اعمال انه باكر يكون للتاريخ اكو بيها اكو من لازم يفخر بيها، يعني فد اعمال انه ايجابيه وليس سلبيه. حلو استاذ محمد، اليوم الاعتراف بيكم آسيويا قد يكون هو ضغط أكبر بالنسبة لكم كمشاركات خارجية. قبل الاعتراف كنتوا مخيرين بأن تشارك أو ما تشارك في البطولة، لكن اليوم لم يكن قد لا يكون الخيار لكم، وإنما الخيار هو للجنة آسيا بمشاركة العراق. وعدم المشاركة قد تكون يعني في بعض الأحيان عدم المشاركة تكون هنالك عدم تسجيل نقاط للعراق بالمشاركة في هذه البطولات. كيف راح تشاركون بهذه البطولات وانتم ما عندكم دعم مادي؟ هم راح تبقون الا اذا تسوون سلفة بيناتكم وتشاركون؟ والله استاذ احد سؤال جدا بوقته وجدا مهم. هو احنا صراحة بزمن دكتور احمد رياض سألنا انه ان نثبت اللجنة، والحمد لله بفضل يعني الجهود المتضافرة جميعا قدرنا انه يعطينا موافقه بتشكيل لجنه. فما بعد انه شاف هو طبعا على هذا استندوا الاتحاد الاسيوي، وبعد ما شافوا انه الاعتراف صار من قبل وزاره الشباب والرياضه باللجنه مال ركبي، فعلى اساسها انه من هون انه ننضم للاتحاد الاسيوي. احنا هسه منتظرين صراحه منتظرين الكتاب، احنا دزناه بالايميل بس منتظرين يجينا يوصل لنا شو اسمه باليد الكتاب باليد حتى نفاتح الوزاره. واحنا قبل فتره اول ما استلم الاخ والكابتن معالي وزير الشباب والرياضه عدنان درجال رحنا باركنا له انا والدكتور شو اسمه استاذ احمد قاسم رئيس اللجنه واستاذ زاهر ويعني مهم بعض الاخوه. ف انا شو اسمه الكابتن بلغته قلت له كابتن احنا جانا اعتراف يعني ولو هو كانت المده جدا قليله بس الرجل يعني تلقانا برحابه صدر جدا. فقلت له كابتن احنا الاعتراف الطنيه نعم دكتور احمد الوزير السابق احمد العبيدي. فكان يقول ايه قالوا احنا نكمله، قال وين انتوا واصلين؟ قلت له احنا يعني اعطونا بعد راي هذا كلام وزارة الشباب كلام الوزير اللي نصر عدنان درجال أو الوزير اللي نصر. فهسه احنا راح يوصل لنا الكتاب، راح يوصل لنا الكتاب مال الاتحاد الاسيوي مال الاتحاد الاسيوي انضمام العراق. بعد احنا يعني اذا ما يريد يساعدنا فاحنا نرجع للمربع الاول. طيب. اللي هو احنا شلون نساعد نفسنا بنفسنا. راح نتحدث عن المربع الاول وماذا ما هي الخطوط البديله للمربع الثاني بعد ان ينضم لي الاستاذ احمد قاسم رئيس لجنة الركبية العراقية. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في قناة العراقية الرياضية وفي برنامج كل الألعاب. أستاذ أحمد تسمعني؟ مرحبا بك. فرصة سعيدة أن نحيي جمهورك ونحيي حضرتك ونحيي الناس اللي تنتظر برنامجك الحلو الموثق. ربي يحفظك. هذا من ذوقك استاذ احمد بالتاكيد، وهذا واجبنا احنا اللي يجب ان نشكركم اليوم لدخولكم في الاتحاد الاسيوي والاعتراف بكم رسميا. اليوم المهمه قد تكون اصعب على اتحادكم في قادم الايام كون الموضوع اصبح رسميا. صديقي الغالي، الرهان كان على الفرسان اللي قاعدين يم حضرتك اللي هم الاستاذ محمد حنون واستاذ فريق حزاح والفارس الثالث اللي ما قدر ينصر اليوم ان شاء الله في قادم الايام اللي هو الاستاذ محمد حنون. الفرسان الثلاثه ما شاء الله عليهم يعني. طبعا تحياتنا لزميلنا
المبدع والناطق الإعلامي باسم الاتحاد وعضو أيضا أعتقد مو دكتور محمد أمين السر أمين السر أمين السر طبعا مو ناطق الإعلام تحياتنا لزميلنا المبدع محمد حنون بالتأكيد في كل مكان هو مبدع ولا يعني داينامو الاتحاد داينامو الاتحاد إحنا نتبع الآية اللي تقول الآية القرآنية اللي تقول فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إحنا مو متدينين بصراحة مو متدينين بس إحنا حاول نقدم فت شيء مهم لبلدنا أكيد ولأخوتنا ولأعزائنا أكيد أستاذ أحمد اسمح لي أقاطعك نعم. أريد أعرف ما هي المراحل القادمة بالنسبة لكم اليوم الاعتراف القادمة آسيويا القادمة. قد يكون يعني بمثابة حمل زائد على اتحادكم واتحاد لجنتكم نتمنى يا رب أن يكون اتحاد بالتأكيد يعني حضرتك أعرف كل شيء قادم إلى خلفيات ما كل شيء يظهر فجأة من الفراغ كل شيء قادم تشوفه قدام عينك هو إلى حيثيات قبل سنة قبل سنتين قبل 4 سنين المهم إحنا رب العالمين رزقنا فرسان مو احتياجيين ما شاء الله القاعدين يمك الفارس محمد أيمن التميمي أمين مال الاتحاد صح؟ بالتأكيد صح خلاص والكابتن الدكتور فريق هزاع نائب الاتحاد صح؟ نعم بالتأكيد أستاذ أحمد ناقصهم نعم. الفارس الثالث محمد حنون الجزائري محمد حنون موجود ويانا يعني بالحلقة بس بالكنترول اي من بالحلقة بس أنا بالنسبة لي مو بالحلقة بالنسبة لي الناس اللي تشتغل بالاتحاد ما شاء الله محمد حنون الجزائري الفارس الثالث لذلك أنا أسميهم الفرسان نعم. الثلاث أستاذ ما عندنا بديل عنهم ما شاء الله طيب أستاذ أحمد لو تسمح لي اليوم أنتم تعملون في التمويل الذاتي يعني مشاركاتكم وهذه الأمور يعني حتى ما تتقاضى يعني لأعضاء الهيئة ما يتقاضون حتى رواتب لو وفرت لكم هذه المبالغ من قبل وزارة الشباب والرياضة هل ستنافسون في البطولات الآسيوية والعربية؟ تفضل صديقي إذا أردنا نحكي على التمويل فإحنا قبل يومين أنا أتباحت ويا دكتور الفريق على عندنا 17 ورقة 1700 دولار شلون سددها واضح وأتباحت أنا وكابتن محمد حنون عندنا 600 دولار أو 500 دولار شلون نقدر نسددها واضح بالتأكيد لكن إحنا يا صديقي عندنا طموحات كبيرة الولد الشباب اللي آمنوا بينا مو آمنوا بي يعني شخصية كأحمد قاسم لا آمنوا فريق ومحمد أيمن ومحمد حنون آمنوا بيهم احنا زارنا عمك 2 فرسان بعد فارس الثالث محمد حنون حتى يكتملوا الفرسان 3 واضح؟ بالتأكيد واضح أستاذ أحمد قاسم رئيس لجنة الركبية العراقي نتمنى ان الولد تتفهم وتتعرف على المعاناة والقصص اللي احنا محتاجيها مو اكثر ولا اقل طيب اذكر لي المعاناه يعني ولو باختصار استاذ احمد ولو هي معاناه كبيره وكثيره باختصار حتى على مود ضيق الوقت صارنا 3 سنوات رسميا 3 سنوات منه بتمويل شخصي ابتداء من اني شخصيا الى فريق عبد الله كبمون الهزاع الى محمد ايمن التميمي الى محمد الجزائري ندفع من جيبنا حتى الموضوع يكمل هذا رقم 1 رقم 2 رقم 2 نتمنى ان تكون هناك عداله عدالة. اليوم سووا قانون صعدة ونزة وقالوا قانون
زين مثل القانون شلون يخدمني؟ أنا عندي لعبة جديدة أولمبية، أخذت 3 سنوات أنا ما أخذ قرض على بيتي حتى أدفع. زين فريق دافع 19 و20 و25 و30 و40 ورقة، محمد أيمن التميمي دافع 4 أضعاف. زين محمد الجزائري جوني قبل أسبوعين 3 أو 4 قالوا أستاذ وبعدين شلون؟ قلت لهم العراقي العراق يحتاج. نعم المشكلة أستاذ أحمد لو تسمح لي أستاذ أحمد قاسم، المشكلة مشاكل الاتحاد هي ليست لجنتكم هي ليست مشاكل داخلية، وهذا شيء المفرح، يعني لجنتكم ما لها مشاكل داخلية وإنما أنتم تعانون من مشاكل خارجية. يا صديقي هذا الكلام أنت أفضت يعني أتممت وأفضت، احنا ما عندنا مشاكل داخليه ويا اي شخص بالحكي. بالتاكيد، لكن هي احنا نتمنى المشاكل التي تتعرضوا لها من الخارج وهي الاعتراف الرسمي بكم كاتحاد نتمنى ان تحل. استاذ احمد قاسم رئيس لجنه الركبي، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا في برنامج كل الالعاب، واعود بالحديث معك دكتور فريق. نتحدث اليوم على منهاج، يجب ان يكون هنالك منهاج جديد بعد الاعتراف الرسمي بكم اسيويا، الخطط يجب أن تتغير اليوم، الخطط يجب أن تعد بشكل يختلف عما كنتم عليه في السابق، قبل كنتم محلياً اليوم آسيوياً. أستاذ عاد، إحنا يعني كمجموعة الاتحاد كله عندنا تخطيط بعيد المدى وتخطيط أنه أبعد من 5 سنين، الخطط هي 5. حلو. إحنا عندنا تخطيط لما فوق 5 سنين. تخطيطنا الآن ليس فقط المشاركة، ما هو الغرض من المشاركة فقط؟ أنا ما أريد نكون اسم فقط مثل باقي المنتخبات، إحنا عندنا المجتمع العراقي، المجتمع العراقي اسم فقط، أريد يكون رقم في البطولة. المجتمع العراقي مجتمع يعشق كرة القدم ونعرف هواي المنتخبات بالمنطقة هي فقط اسم صح للمشاركة. صحيح. أنا ما أريد نكون اسم. استغلينا وجودنا بالمجال الأكاديمي الرياضي. حلو. اللي باقي الاتحادات تشتريه بفلوس إحنا توفر لنا مجاناً. حلو. باعتبار انهم كلهم زملائك واساتذتك. للعلم انا فقط انه انا طالب دكتوراه وليس دكتور بعد، يعني انه فمن ضمن الاشياء اللي استفاديت من عندها اساتذتي في الدكتوراه. هسه انت زين تعترف تقول انا طالب دكتوراه. اي انا طالب دكتوراه. الناس نعرفها بعد ما ماخذ الدكتوراه هو يقول انا طالب دكتوراه ان شاء الله، يعني في مرحله كتابه البحث ان شاء الله يا رب نكون حاضرين. الله يبارك فيك. الله يسلمك. بالمناقشه ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله. فمن ضمن الاشياء اللي استفادينا من عندها، مثلا من ضمن الاشياء اللي استفادينا من عندها اساتذتك في الدكتوراه، تحيه خاصه للدكتور حيدر سلمان وهو احد لاعبين كره الطائره في محافظه كربلاء في كليه التربيه والدين والعلوم الرياضيه. قال لي فريق انت اليوم خساره ويا مصر نتيجه 30. للعلم 30 وال25 هي تنقيط، شلون تنقيط السله وليس هدف 30 هدف. التراي في 7 يعني من يسجل عليك هدف ممكن ان تصل الى كم رقم، يعني من يسجل عليك هدف بطولات العالم يعني احنا بطولات العالم نيوزيلندا استراليا بريطانيا، ذول الدول اللي شلون خلينا نقول في كره القدم تضاهي البرازيل والارجنتين واسبانيا، تخسر بفارق 20 نقطه و30 نقطه. ليش؟ لان الهدف 7 نقاط يسجل، 5 نقاط تراي تحت الخط ونقطتين بين العامودين، فممكن انه انت نتيجه 4-0 اضربها في 7 او نتيجه 2-0 اضربها في 7. هاي النتائج اللي دا تكون يعني المجتمع انه ما يعرفها. فمن ضمن الكلام ايش قال؟ قال اليوم انتم اليوم خسرتوا 21 ويا مصر. 21 بالحساب التنقيط 3، كل نقطه 7 اهداف. نعم. في 3 21. قال اليوم خسرتوا 21 في هاي البطوله. لا تفكر انه انت البطوله الجايه تفوز على مصر. مصر تاريخها صار لاكثر من 15 سنة و20 سنة في هذه اللعبه. وأبطال في قارتهم ويمتلكون من الخبرة أنهم ممكن يسحقون أي فريق قدامه. نعم بالتأكيد راح نواصل الحديث وياك، وأنا مصر على مناداتك بكلمة دكتور فريق، لكن خلي ينضم لي الآن عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ قيس الضالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي. أهلا وسهلا بك أستاذ قيس عبر قناة العراقية الرسمية في العراق. مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم.
حياك الله أستاذ قيس. بداية دعني أسألك عن دعمكم كاتحاد عربي وآسيوي كان للجنة الركبية العراقية وتضح أكثر بعد الاعتراف آسيويا من قبلكم، كيف وجدتم الاتحاد العراقي كلجنة للمشاركة وجعلكم أن تعترفون به رسميا في الاتحاد الآسيوي؟ تفضل. طبعا أول شيء نحب أبارك للجنة العراقية للركبي برئاسة سعادة أحمد قاسم ونائبه فريق الزاع والأخوة كلهم مجلس الإدارة ولاعبين باسم مناسبة الانضمام رسميا للأسرة الآسيوية للركبي. طبعا نحن بدينا المشوار هذا مع الاتحاد بين الاتحاد الآسيوي وبين اللجنة العراقية للركبي قبل تقريبا 4 سنوات من خلال البطولات العربية. تعرف أنت البطولات العربية ما تكون تحت مظلة الآسيوي، البطولة العربية الاتحادات العربية تحت مظلة اتحاد اللجان العربية الأولمبية. صحيح. ولكن دائما نحن نقول فائدة الاتحادات العربية ان هي أداة لتطوير الاتحادات واللجان في مختلف الألعاب. وهذا اللي صار مع اللجنة العراقية للركبي، شاركت في اكثر من نسخة للبطولة العربية للركبي، فبعدين صار عندهم الخبرة الكافية سواء فنيا او اداريا، فلما جاء وقت ان ينضمون للاتحاد الاسيوي كان اساسا عندهم الخبرات الكافيه. فالوقت تقريبا خذ الوقت 24 شهر. نعم. الى ما اخذوا العضويه قبل تقريبا يومين. فطبعا المسيره دائما تبدا من الصفر، تبدا بخطوات بسيطه، لكن هو طبعا بعزيمه الرجال والاخوه في اللجنه العراقيه للركبي حابين الرياضه، ولا ننسى ان الرياضه هذه تعتبر رياضه اولمبيه. صحيح. وأعلى هرم ممكن أي رياضة توصلها أن تكون في البرنامج الأولمبي، فهاي هاي أهمية الرياضة عندنا نحن في الوطن العربي الحين. الحمد لله يمكن عندنا 13 دولة عربية تلعب ركبي من ضمنهم طبعا العراق الحين، فالحمد لله كانت تجربة ممتازة ونطمح للأكثر. هاي بعدنا في أول خطوة بالتأكيد، يعني بعدين في عضوية الكاملة الفاعلة. نعم بالتأكيد أستاذ قيس، وجودكم اليوم كرئيس للاتحادين العربي والآسيوي هو إضافة كبيرة لهذا الاتحادين باعتبار أنت مطلع على جميع هذه النشاطات. لو أسألك على متابعتك أيضا للمنتخب العراقي في المشاركتين السابقتين له، وهي في عام 2017 في الأردن وعام 2018 في مصر، كيف وجدت مستوى المنتخب العراقي؟ تفضل. اول مشاركه طبعا كان انا اتذكر اول مشاركه تدري كان في شد وجذب، وانا اضغط على الاخوان في العراق لازم تشاركون. تدري بعد في ظروف الماليه وظروف لا هلا شيء لازم احنا نتكلم فيه بوضوح، انا صار صريح. نعم. دائما في البدايه مو بس حتى العراق، حتى السودان، حتى مصر، حتى تونس، حتى الاردن، كل المنتخبات اللي شاركت في البدايه كانت تواجه صعوبات. لكن انا ارجع واقول كل شيء يصير بعزيمة الرجال. أول نسخة في 2017 كانت المشاركة متواضعة، طبعا منتخب لأول مرة يشارك ما عنده الخبرة الكافية وما عندهم الدوري المحلي في العراق، يعني توه نواة، يعني كأنه شيء جديد، كأنه طفل. تعرف كيف الطفل كيف بين مع السنوات يبدأ يحبي بعدين شوي يكبر يعني عنده أخوان. فهذا اللي صار مع النسخة الثانية. طبعا كان مستوى صراحة اللي كان في مصر في القاهرة. نعم. كان مستوى وايد ممتاز، حتى نحن انا تفاجأت من المستوى، فيبين ان في شغل، يعني في شغل قاعد يصير في العراق داخليا. نعم. يعني على مستوى الدولة محليا. صح. نحن نشوف محلي، نحن نشوف في البطولات، لكن نحن مش ملمين شو اللي يصير في كل بلد في الجانب المحلي كدوري كدورات حكام. نعم. دورات مدربين، الجانب النسائي، الجانب الرجال، الشباب، الناشئين، هذا كله اللجنة العراقية تسوي ونحن متأكدين تسوي، لأن إذا ما كانت تسوي نعم ما كان بيتم قبول عضويتهم في الاتحاد الأسيوي. صحيح صحيح. هذا طيب. فقط يعني للعلم يعني. طيب أستاذ قيس، أخيرا سبب فيروس كورونا بالتأكيد توقفت جميع مفاصل الرياضة بأنواعها في جميع العالم، يعني لم يكن العربي فقط. لو أسألك هل هنالك يعني جدول، حددتم جدول للبطولات المقبلة؟ تفضل. نحن أعلننا أن البطولات كلها تم إلغاها اللي من مارس إلى نهاية سبتمبر. أما الربع الرابع اللي هو أكتوبر نوفمبر وديسمبر
نحن الحين في لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي ندرس حاليا شو الاحتمالية إقامة بطولات في الربع الأخير. طبعا نحن نعرف أن في كل يوم في شيء جديد، صحيح، خاصة في هاي الجائحة كل يوم في شيء جديد وما حد يقدر يتوقع شو ممكن يصير. بس أنا من طبعي دائما أخلي الباب شوية مفتوح، ما أغلق الأمور كلها وأنهي العامل الرياضي تماما. فنحن شوية نتأنى، إلى الآن ما في جدولة واضحة ولا حتى القارات الخمسة الباقيين، لأن احنا نعتدري 6 اتحادات قارية، نعم، واتحاد دولي في دائما في تنسيق مستمر. أمس كان عندنا اجتماع في الليل مع الاتحاد الدولي مع بوجود 6 اتحادات قارية، ولا اتحاد قاري عنده جدولة، لكن نحن نسعى ان احنا نحاول نحط شيء في نوفمبر أو ديسمبر، ولكن ليس أكيد. يعني الأستاذ قيس الضالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، أسعدني انضمامك معي في برنامج كل الألعاب الذي ينقل مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية. شكرا لك وشكرا لانضمامك، وأمنياتي لكم بالتوفيق الدائم. أستاذ فريق، قاطعتك قبل قليل عذرا قبل أن أتوجه بالسؤال إلى أستاذ محمد. أي كنا نسولف أنه بس لا تقول لي نسيت الاستشارات. لا لا لا, لا. الاستشارات اللي صارت واستفادينا من الأكاديميين اللي موجودين حولك في كانت من ضمن النصائح اللي أحس أنه أثرت وخلت أنه نفكر صحيح ونشتغل صحيح، أنه اليوم أنت غلبتك مصر 21 في هذه البطولة، في بطولة الأردن، لا تحاول أنه أنت تجي السنة الجاية أنه أنا أريد أغلب مصر. حلو. لا، مصر تاريخ. حلو. مصر بهاي البطولة هو ما أخلي تركيزي اليوم على فريق سبق وأن ألعب ويا مصر وأخسر بنتيجة أقل من النتيجة السابقة، وبين لهم أنه أنت خلال هاي السنة ليش ما أخلي في أمام عيني بأنه أن أفوز؟ ليش أخلي في أمام عيني أن مو أخسر إحنا بنتيجة التخطيط أقل؟ إحنا قلنا التخطيط بالبداية هو أساس العمل الناجح. أنت ما ممكن لا يعني بالمنطق بالعلم بالقاعدة العرب أنه أنت ما ممكن خلال سنة تغلب فريق صار له 25 سنة. أكيد ما ممكن بالمنطق. أكيد. بس ممكن انه انت بالمنطق توقف ندئله صح، توقف ندئله ممكن صحيح. تخسر وياه نتيجة اقل بعد فتره ممكن اي اغلبه، ابين له انه انت ال 25 سنه مالتك انا قدرت اختزلها باربع سنين بخمس سنين عن طريق الاستفاده من الخبرات الخارجيه، الاستفاده من الخبرات الداخليه. هذا كان التخطيط مالك. هذا التخطيط. طيب. نعم. نتحدث عن التخطيط القادم وحديث الأستاذ قيس الضالعي، لكن قبل أن نذهب الحديث إلى أستاذ محمد. أستاذ محمد، اليوم مهمة الأمين المالي هي الحسابات وتقسيم هذه الأمور والموارد المادية اللي تأتيكم وتذهب من خزائنكم، هذا كله حبر على ورق، وقد لا يكون حتى حبر على ورق باعتبار أنتم لا تمتلكون الدعم المادي لا من وزارة الشباب ولا من اللجنة الأولمبية ولا حتى من الاتحادين الآسيوي والعربي. كيف ستجارون هذه المسائل في البطولات القادمة إذا ما مثل ما تحدث الأستاذ قيس قبل قليل إذا ما كانت هنالك بطولات الأشهر القادمة؟ والله أستاذ احنا قلت لك يعني نقدر نقول انه صعب عدينا. يعني هسه احنا بنقعد نحكي احنا الحمد لله والشكر شاركنا بطولتين. وسافرنا واخذنا دورات عده، رحنا لالمانيا لشتوتغارت، قلت لك بدايه الحديث انه مدرسه سبورت شكولا احتضنتنا لاكثر من 5 دورات. وهاي طبعا كل دوره بمبالغ ماليه. ف يعني بجهودنا وبجهود اللي قدروا يساعدونا، ويعني احنا مو تقول مثلا مدينا ايدنا، لا والله. يعني اكو عالم يعني هو اللي ألمك بالموضوع، يعني اشتغلوا تاكسي، لا مو اوفك من هذا الشغل اللي ألمك الموضوع. انه اكو عالم خاطبتنا، يعني اذا تسمعها تقول شلون ايش جاب شلون وصلوا لكم. يعني انا خاطبونا جانب فرنسي، عرف اكو دكتور عبد الله استاذ صقر تدريسي بجامعه بغداد، اوجه تحيه، والدكتور معاذ ايضا تدريسي بجامعه بغداد كليه التربيه الرياضيه، هم اللي جهزونا ومساعده الفريق جهزونا اللاعبين. فاول ما انطلقت اكو تدريبات، اختصر لك الكلام، اول ما انطلقت اكو تدريبات وصلوا من واحد لواحد، عرفوا المكان اللي يدربون بيه، اتصلوا بيه، اللي تدربون بيه انتم، اي اللي هو بجامعه بغداد، والدكتور رياض رئيس مساعد رئيس الجامعه متفضل الطانة اصلا ارضيه. يعني احنا قلت لك يعني الدعم ماكو، فانت قلتها يعني اذا هي القاصه فارغه شلون بدها تصرف. فدكتور رياض، دكتور عدي، عميد كليه التربيه الرياضيه قدروا يساعدونا انه يهيئون الارضيات، واحنا كملنا الباقي. فالجانب الفرنسي قدر يوصل انه اكو لعبه واجي وحضر جامعه بغداد وشافنا احنا دا نتمرن، والمسؤول العراقي ما وصل
وصاحب الشان عراق ما وصل. ما وصل وراها جاني تليفون همي أنا من أحد الأخوة كان يقول لي السفارة البريطانية تقول أكو لعبة وقامت دوري بال بريطانيا مهتمين بهذه اللعبة. إيه إيه. لعبة الرقابة وش اسمه وقالوا أكو انطلاق دوري فعلا هذا الكلام لو شنو وأنا شفتك أنت صديق أدي بالفيس أعتقد يعني يمكن حتى منتخب السفارة الأمريكية أراد أن يجري مباراة. أنا أقول لك شغلة البريطانية بالقرن 19 هي أسست اللعبة هي أسستها يعني الجزر البريطانية المستعمرات البريطانية هي نيوزيلندا استراليا جنوب أفريقيا اللي أخذت الكأس العالم 2007 هي أصلاً اللي هي الأساس اللي دخلتها للعبة بريطانيا فكلش مهتمين مو مهتمين حيل مهتمين بهاي اللعبة فخاطبونا وأكو منهم جو حضروا للدوري مالتنا يعني حضروا للدوري فس قلت لك أنا رجعت سؤالك على التخصيص المالي نقدر نقول هاي كلها إحنا اجتازيناها والحمد لله صح أكو ديون مترتبة ولازم تنحل يعني بس إن شاء الله تتضافر الجهود إن شاء الله وننتظر يعني المقابلة لأن أنا اسمه قطعتني ويا مداخلة مع الأستاذ أحمد قاسم الكابتن عدنان درجال وعدني انه قال تمروا لي بعد هذا اللقاء لان هذا اللقاء كان جدا سريع مبارك التهنئة المعالي باستلام الحقيبه الوزاريه فقالت قال راح ناخذ الكتاب مالتنا مال الاتحاد الاسيوي وبعد راح يصير قدام الامر الواقع يعني احنا اللي احنا سوينا شو يعني جهزنا قبل ما نطلب من عندنا يعني هسه الباقي اللجان يعني اللي قدم غيرها غيرها اللي استنتجه من كلامك في السابق اللجنه الاولمبيه ما دعمتكم بحيث ما كنتوا يطلق عليكم تسميه لجنه الوزير السابق احمد العبيدي كان من عند الدعم اللي هو الدعم المعنوي بانه الاعتراف بكم ورسميا والان الدعم الاخر هو ايضا دعم معنوي من قبل الكابتن عدنان درجال موجود اذا وزاره الشباب والرياضه هي داعمه ل مساعدتنا وزارة الشباب بس بس مساعدتنا معنويا احنا انا هسه ما اريد بقدر ما انه اسيويا سمعت معالي سعادة العفو سعادة قيس الضالعي يعني اعترف بك اسيويا غير انت تكمل من انا شو اريد من ادي؟ اريد من ادي لجان ادي لجان، اريد من ادي دوري ادي دوري، هيكلية لجنة ادي هيكلية لجنة، ممثلية بالمحافظات عندنا علي بايز بإقليم كردستان والموصل أدي ممثلية الوسط وأدي ممثلية الجنوب نعم يعني أنا بنية تحتية ما تكملانة كاملة يعني كاملة الأجمل يعني من هذا خل أنتقل للأستاذ فريق الأجمل من هذا بأنه لجنتكم عندكم منتخب نسوي وعندكم منتخب ذكور وعندكم أندية وفرق ودوري محلي ودوري بطولات خارجية والأجمل من هذا كله بأنه ماكو مشاكل داخلية بداخل الاتحاد عكس الاتحادات البقية تجد هنالك من يبحث أن يكون هو رئيس بدل الرئيس الحالي وعضو يدخل بعضوية جديدة هذه أمور مهمة جدا لتأسيس اتحاد متى سنستمع بأن الركبي سيصبح اتحاد متى سيطلق عليكم كلمة اتحاد إن شاء الله بعد إكمال يعني أكو فد متطلبات خاصة يعني من ضمن القوانين العراقية استوفيتوا كل الشروط دوري نساء ودوري ذكور ومشاركات خارجية وبنى تحتية وملعب وين المشكلة بعد الملعب ما عندنا ملعب الجادرية اللي ملعب هذا ملعب الجادرية يعني هو شوف المهم أكو ملعب يعني أكو بس مو لك يعني هسه صار مو لك شوف هسه أنت من تغيرت الإدارة في كلية التربية البدنية مثلا صار مو لك في من تغيرت الإدارات صار مو لك سابقا كان دكتور عدي الربيعي عميد كلية التربية الرياضية أمانة ما أخابره وأقول له يعني يعذرني دكتور عدي بس أمانة لأن أعتبر أنه الكلية كليتي يدري أنه من حرص عليها مو كليتي ملك لأن يعني كانوا متساهلين بالأمر اللاعبين جميعهم جميع اللاعبين هم طلاب في كلية التربية البدنية المدرب والمساعد مدرب هم أساتذة في كلية التربية الرياضية يعرف أنه من يصير إنجاز ومن راح يتحقق في الشيء هذا الإنجاز راح يصير لكل التربية الرياضية أنت تعرف أنه هي الركبي أساسها في جامعة الركبي سميت بالركبي لأن يعني هي تأسيسها في جامعة الركبي في بريطانيا إذن هي أساسها أكاديمي تعليمي جامعي فدكتور عدي كنت أوصلنا على بخابر أقول له دكتور إحنا بالملعب راح نتمرن ساعة ساعتين أستاذ فريق المشكلة هي ما تقاس الأمور بهذا الشيء يعني بمسألة الملعب اليوم هنالك فرق ما عندها ملاعب كرة الطائرة اتحاد كرة السلة في ملعبنا مو صعب المسألة يعني الأيام الماضية أو السنين الماضية يلا انضافت لعندنا فرق جماهيرية ما عندها فرق لكن هذا الشيء يحسب لكم أنتم أول فريق
أصبح له رعاية وسميت الدوري باسم الراعي الرسمي لهذه البطولة. إضافة إلى أول محاضر هو كان أردني اللي هو محمد عبد اللي كان محاضر في العراق. إضافة إلى من جنوب أفريقيا أيضا هنالك محاضرين. سنتحدث بهذه الأمور لو تسمح لي أستاذ فريق قبل أن ينضم لي الأستاذ ربيع المصري رئيس لجنة الركبي من فلسطين. أهلا وسهلا بك أستاذ ربيع في قناة العراقية الرسمية. تفضل. اهلا فيك حبيبي، شكرا لكم، حياك الله. نبارك لك اولا اعتمادكم رسميا في الاتحاد الاسيوي مع العراق بالتاكيد. الله يبارك فيك، شكرا لكم ومبروك والف مبروك لاخواننا بالعراق كمان دخولهم معنا بنفس الوقت كمان للاتحاد الاسيوي. حياك الله، بالتأكيد ألف مبروك لكم هذا الانضمام، ونتمنى أن يكون القادم هو أفضل مثل ما عودتونا بفرقكم وفي نشاطاتكم المحلية وحتى الخارجية. لو تحدثني أستاذ ربيع عن خططكم المستقبلية، ماذا ستفعل فلسطين في هذه اللعبة، لعبة الركبي، في قادم الأيام بعد الاعتراف بكم آسيويا؟ تفضل. تمام. صراحة هلأ ما في شك أنه بعد الفرحة الكبيرة يعني اللي عمتنا بدخولنا للاتحاد الآسيوي، في مسؤولية كبيرة كمان وفي حماس كبير بالاتحاد الفلسطيني الركبي للفترة اللي جاي. دخولنا للاتحاد الآسيوي اتحاد قاري كبير في بلدان كثيرة بيطلب منا مجهود وبيطلب منا عمل أكيد لحتى نضلنا على المستوى اللي بيطلبوا الاتحاد الآسيوي واللي إن شاء الله بدنا نعمله لحتى نتطور كمان مع الاتحاد العالمي بالمستقبل. من المخططات اللي نحن إن شاء الله ناويين نعملها هي تطوير الأندية في فلسطين، نشر اللعبة أكثر بمدن أكثر، زيادة عدد الأندية لتكوين دوري قوي يكون في منافسة قوية. ومثل ما بتعرف نحن كفلسطين عندنا خاصية شوي مميزة عن غير بلدان، نحن نشتغل بالوطن وبالشتات. نعم. فكمان يعني صح. في بلدان الشتات كلبنان والأردن في عندنا كمان أندية منتسبة عم نشتغل معها كمان وعم نطورها. وإن شاء الله بدنا نحضر منتخب يعني بتكون من هدول الأندية اللي بالوطن والشتات لحتى نمثل بلدنا فلسطين إن شاء الله بالمباريات الجاي ببطولات آسيوية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ ربيع، بسؤال أخير لحضرتك، لو تحدثني على الدعم المحلي بالنسبة لاتحادكم أو لجنتكم يعني لعبة الركبي من قبل اللجنة الأولمبية الفلسطينية ووزارة الشباب والرياضة الفلسطينية، ما هو الدعم الذي تقدمه لكم هذه المؤسستين المهمة بالنسبة للرياضة في فلسطين؟ تفضل. صحيح. هلا ما في شك انه نحن كاتحادات ركبي يعني عم نواجه حالة متشابهة في بلداننا لأن لعبة جديدة خاصة بالعالم العربي يعني يعني الدعم عم بيكون شوي محدود لأنه أول شيء ما بيعرفوها للعبة وحتى يعني شعوبنا العربية ما كتير بتعرفها للعبة، يعني احنا عم نعمل مجهود كبير لنشر اللعبة والعالم الحمد لله عم بتحبها، يعني لما عم نيجي نورجيهم اللعبة ونعلمهم كتير عم بحبوها. بس هي فكرة نحن النشر بعدنا بما في مرحلة التطوير والنشر. فأكيد دعم اللجنة الأولمبية بأي وطن بيكون متوجه للألعاب المنتشرة بقوة وهذا بعتقد موجود بكل البلاد العربية كمان وحتى في بلدان آسيوية أنه هو الدعم أكثر للفوتبول وللباسكت وللألعاب المنتشرة سابقا، مع أنه يعني نحن يمكن يكون بحاجة لدعمهم أكثر، ولكن بطبيعة الحال مفروض أنه نحن نثبت حالنا لحتى نقدر نحصل على هذا الدعم. مبدئيا الدعم معنوي، دعم إداري، يعني احنا كل الأوراق المحتاجين لها الحمد لله عم يساعدونا فيها، في دعم يعني في إذا بدك مثل متابعة من أستاذ عبد المجيد حجة والأستاذ نادر الجيوسي باللجنة الفلسطينية، في متابعة عن طرق، في دعم وفي مساعدة، ولكن بعد ما في هذا الدعم المادي يعني اللي نحن إن شاء الله عم نطمح له بالمستقبل إن شاء الله.
الأستاذ ربيع المصري رئيس لجنة الركبي في فلسطين، شكرا جزيلا لك وأمنياتي لكم في النجاح في هذا الاتحاد أو اللجنة بالتأكيد للعبة الركبي في قادم الأيام والمشاركات أيضا. أستاذ فريق لما تبقى لي من وقت والأسئلة كثيرة جدا بالتأكيد، دعني أسألك على خطوة تحسب لكم وهي استدعاء لاعبين مغتربين ومحترفين في دول عربية، ومنهم هو علي بايز الذي شارك مع المنتخب في بطولة 2018 في القاهرة. ما عندنا لاعب محترف في دولة عربية، كلهم في دول أوروبية وأجنبية. شارك في البطولة. شارك في البطولة العربية. نعم. عندنا زيدون حيدر إسماعيل. هذا السؤال واضح ترى. اللي شارك في البطولة. عندنا زيدون حيدر إسماعيل. نعم. لاعب فريق أولد وسلي. حائز على المركز الثاني سنة 2019-2020 في الدوري الإيرلندي. حلو. من أقوى الدوريات في العالم. حلو. عندنا اللاعب عثمان انضم مؤخراً. في نادي اس اي يو في رومانيا درجه اولى. وعندنا اللاعب حسين صادق ردام نادي غورد في روسيا. دول كلهم لاعبين محترفين. دول اصلا هم من شاركوا يعني استفادينا من عندهم انه حتى بالخبرات العالميه كنا نقعد ويا كل لاعب على جنب. هذه الاسماء اللي ذكرتها شاركوا كتدريبات مع المنتخب، لكن يعني طرحنا للاعب علي بايز شارك كلاعب لاعب ومؤثر في البطوله في بطوله مصر. نعم. شارك، والان هو رئيس الاتحاد الفرعي في اقليم كردستان في مناطق الشمال. حلو. ويقع على عاتقه فد مسؤوليه كبيره انه تاسيس اكاديميه ان شاء الله، اول اكاديميه عراقيه للفئات العمريه. تعرف انت تريد تاسس رياضة لازم تأسس من الصغر. صح. احنا ما عندنا هاي الفئة الأكاديمية انه الصغار الشباب، فراح تقع على عاتقه هو تأسيس هذه الأكاديمية ان شاء الله. بالتأكيد ايضا سمعنا بانه راح يشكل منتخب لليونيا ايضا ان شاء الله، منتخب اليونيا ومنتخب الناشئين راح نشكل منتخب شباب. وتم تسمية الأجهزة الفنية لهم، وتم الاجتماع مع المدربين، تم اعطاء الدورات التدريبية. نتمنى الموفقية. بدون سؤال لك بالتأكيد أستاذ محمد، لكن أسألك بأنه بماذا تناشد وبماذا تطلب من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بنصف دقيقة قليلة جدا؟ أنا إرادة لها نص ساعة يعني بكلمتين أصف لي الموقف وطلبك بوصف والله أتمنى يعني عن طريق قناة العراقية اللي هي الشبكة الأولى والشبكة الرسمية أنه اللي التفت المعالي الوزير واللي هو وعدنا من التقينا به أنه يكمل شو اسمه اللجنة والاتحاد على الأقل أنه بعد جائحة كورونا إن شاء الله نشارك شو اسمه عربيا. وأنا شغلة ما قلتها همينة أنه إحنا من الجزائر تلقينا من دكتور أحمد أنه تلقينا انضمام لل شو اسمه الاتحاد ينضم عالميا من قبل دكتور أحمد شو اسمه ابن الوزير السابق أحمد كريم الملة. اللي هو طبعا له فضل كبير على اللعبة وعلينا إحنا يعني. تأكيد طبعا. كنت أتمنى أن الوقت يكون أكثر معكم دكتور فريق وأيضا أستاذ محمد للحديث على الركبي، لكن أعرف بأنه الحديث مهما طال عن اتحادكم سيبقى وقته قصيرا للإنجازات التي حققتموها، وأنا على ثقة كاملة بأنه ستحققون إنجازات كثيرة جدا. ورسالتي أنا شخصيا إلى وزير الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية، يقال عنكم بأن أنتم ما تتابعون مواقع التواصل الاجتماعي، أثبتوا لنا العكس بأنكم تتابعون مواقع التواصل الاجتماعي وما يطلب من عندكم من مناشدات ومن أحاديث كثيرة. هذا المنتخب وهذا اللجنة تستاهل أن يطلق عليها كلمة اتحاد للمشاركات والمنتخبات، والأهم من هذا كله ناهيكم عن المشاكل التي تأتي من الاتحادات المتبقية الداخلية. هذا الاتحاد ما بي أي مشاكل داخلية، لكن كل ما عندهم وطلبهم هو دعم المادي بالتأكيد قبل الدعم المعنوي للمشاركات الخارجية، وهذا الأمر لا يكون هو شخصيا بالنسبة لهذا الاتحاد وإنما هو خدمة للعراق. أثبتوا
استحقاقكم لمناصبكم في اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وادعموا هذه النشاطات الرياضية التي تعود بفائدة كبيرة للعراق بالمشاركات الخارجية وبالنتائج الإيجابية. شكرا لكم وشكرا لكل من شاهد وتابع حلقتنا وانضم لنا عبر الاتصال الهاتفي، وشكرا لضيوفي الأستاذ فريق وأيضا الأستاذ محمد. شكرا لكم وشكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام.